ما تروحيش يا تغريد، ما تروحيش. انت عارفه البنت اللي اسمها رابية دي اساسا ما بتحبكيش. البنت دي عايزه توقعك في مشكله. بص يا تغريد، من الاخر اعملي تليفونك على السايلنت. عارفه الطياره؟ اعملي طياره بقى ونفضي للموضوع. ما انا لو ما روحتش هبقى متهم. طب ما تشرح لي ايه اللي حصل علشان اعرف ارد. انا قلت لك ما تروحيش يا تغريد، قلبي عليكي صدقيني. بص يا تغريد، يعني لو حصل في الظروف ظروف وحصل اي حاجه وحد جه او سال، اعملي نفسك متعرفيش حاجه. الموضوع ده براكي. ازاي يعني؟ في هتشهد عليا وعليك وهتحط نفسك وتحطني في مشكله منيله. انت كده بقى بتغردي كتير يا تغريد وعايزه تهري في المحكي، وانا ما عنديش اي طاقه للي انت بترغي فيه ده دلوقتي. بص يا تغريد، انت حره في اللي انت عايزه تعمليه اعمليه يا ماما. بصي هقول لك على حاجه، سلام يا تغريد، سلام. يا نرزقي يا عربي، عربي. مازن باشا، باشا. يا عربي، في يا عربي؟ خلاص بس الميعاد خلص وفينش بقى، انا قفل. بس انا مش فينش يا عربي، انا مش خلاص صراحة كده بقى عربي. انا مش هينفع اروح، فانا بات هنا وانت هات بيره تاني عربي. لا بص هقول لك على حاجه، في اوتيل جنبنا هنا على اول الناصر بينزل بيره حلوه. اوتيل؟ انت كده بقى عربي الصح، وانت عشان عربي الصح انا هعمل معاك الصح عربي. قدامينك يا باشا، خد عربي دلع نفسك. انا هغير بقى بسرعه واجيلك. روح عربي. ايه ده؟ ايه كل ده؟ تغريد، تغريد، تغريد. أمي، أمي. لا بقى تغور تغريد، أمي يا عم. أيوة يا أمي، أنا لقيتك متصلة 50 60 ألف مرة، هو في إيه؟ لا لا ما تخافيش، انا زي الفل صدقيني، ده انا زي الفل والفل زي حبة شكليات وهتخلص ما تقلقيش. بس بص يا اما عشان خاطري بس، اي حد يسأل عليا، اي حد ان كان، يقول له انا سافرت. ان شاء الله سافرت اليابان يا اما اسمعي مني. هلا. طب بصي بقى ياما، لو اي حد ان كان، اي حد، سواء هاله ام هاله اي حد، انت ما تعرفيش عني حاجه. لا لا ولا لا ولا لا، ما تخافيش ما تخافيش. انا بس لما اشوفك افهمك كل حاجه، هبقى احكي لك يومي. سلام سلام. هلا ماشي يا هلا ماشي. انا مش قادره اصدق والله يا نشأت، يعني النادل يدخل مكتبك ويسرقك انت؟ انا قلت لك الواد ده مش مظبوط من زمان، الموظفه اعترفت عليه، ضارب معاه صحوبيه ومفهم انه بيحبها. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا مكسوفه منك قوي. أنا اللي توسطت له عشان يشتغل عندك. أنا اللي معتنني
انه دخل الشركه وكان لابد لي هناك، وساعه ما دخلت ما حسيتش بيه. طيب تحب اروح للطنط زيزي واحكي لها اللي حصل؟ لا، خلينا نشوف الاول الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هيوصلنا لفين، وبعدين نبقى كلميها. طب نشأت، هو ايه اللي في الورق اللي مازن سرقه؟ يعني خليك تعمل كل ده عشانه ونسيب الفيلا ونروح فيلا تانية، ليه كل ده؟ لا، ده شيء ما يخصكيش. هلا تغريد. اسمعيني كويس يا تغريد، انا مش هبات في البيت النهارده. ما اعرفش هبات فين يا تغريد، انا لو اعرف اقولك. انا اصلا يعني هبات في اي خرابه، في اي لوكاندا، في اي حته يا ستي. بص يا تغريد، ما تحرقيش معايا كتير. بكره الساعه 11 هقابلك في نفس المكان اللي قابلتك فيه قبل كده، قابلتك فيه اخر مره يا تغريد. بالظبط تغريد، عشان خاطري ما تحرقيش معايا كتير بقى، عشان انا تعبان وعاوز ارجع تغريد قرفان. سلام يا تغريد، سلام.